ولكن صحيح. بما اننا اتكلمنا عن اللعيبه دي عايزاك تكلمني برضو عن سامسون اكينيولا، لانه الحقيقه في تطور كبير جدا في ادائه وملحوظ بشكل كبير جدا، واللعب يعني كان الناس بتنتقده بشكل كبير قوي في البدايه، فعايزاك تكلمني برضو عن اداء سامسون اكينيولا. هو طبعا يعني بجانب الهدف المهم اللي سجله في مباراة دريمز، هو لاعب حضوره قوي في الملعب. حضوره قوي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دايما ايجابي في الملعب، دايما بيحاول ان هو يروح على الجول، مش من نوعية اللاعبين اللي هو بيحاول يعني يخرج بره المنطقة او ان هو يبعد عن المناطق المؤثرة في الملعب، لا هو ايجابي جدا. يمكن من الحاجات المميزه فيه ان هو مهاره التسليم والتسلم عنده قويه جدا. مظبوط، بيقدر يستلم تحت ضغط، بيبقى فيه مدافع في ظهره، عنده كنترول عالي على الكوره، شايف زمايله كويس في الملعب، ودي ميزه مهمه جدا لاي مهاجم. لان طبعا. انت طب انت شايف ان هو افضل حاجه ليه ان هو يلعب كمهاجم صريح ولا مهاجم تاني، ولا زي كده ما شفناه اتوظف في مباراه جيمس الغاني؟ هو يمكن انا شفت افضل توظيف له في مباراه دريمز الفتره اللي فاتت، يمكن يعني بتدي له حريه اكتر في التعامل، مش مجرد يعني فكره الفيرود الصريح او المهاجم اللي مستني الكره تجي له داخل منطقه مظبوط الجزاء، لان هو مظبوط، عنده مهارات كتير ممكن يستغلها. صحيح هو مش بالطول الكافي زي ما ذكرتي برضو في البدايه، ان هو تعرض لانتقادات في بدايه انضمامه للزمالك، كتير جدا طبعا. البعض شاف ان هو يعني مش هيبقى مؤثر مع الفريق، ولكن هو تدريجيا بيدخل في الاجواء وفي وقت انت محتاجه فيه فعلا للاعب يزود القدرات الهجوميه اللي عندك. يعني في سيف الجزيري طبعا المهاجم لا خلاف عليه، ناصر منسي مجتهد جدا ولما بياخد الفرصه بيتمسك بيها، سامسون اكينيولا برضو التالق اللي فيه او الارتفاع المستوى اللي في الفتره الاخيره بيخليه من العناصر او الخيارات المهمه بالنسبه لجوميز. عشان كده كل ما اللاعب طور من مستواه وكل ما كان اكثر استجابه لتعليمات المدرب واستفاده من الفرص، وده المهم. في لعيبه كتير بتحصل على فرص وما بتستفيدش بيها وترجع في الاخر لما مثلا يعني في نهايه المطاف لو رحل عن نادي الزمالك يقول انا ما خدتش فرصتي، لا انت خدت فرصتك ولكن لم تستغل الفرص. مظبوط، في وقت زي ده اللاعب اللي ما يستفيدش من الفرصه وان هو يثبت نفسه فيها لا يلوم الا نفسه، لان الانديه الكبيره زي نادي الزمالك عايزه دايما اللاعب الجاهز، عايزه دايما اللاعب اللي يبقى حاضر ذهنيا للمشاركه في اي وقت. هتلعب طبعا كاساسي، هتلعب بيلعب كبديل، في نادي كبير باسم صحيح كبير وشعبيه كبيره، المنافسه ما على فيش البطولات مش خالص. سهله. اه طبعا، عشان كده لازم ما فيش اللاعب، مجال كمان صحيح حد يعني يكون مش عارف قيمه النادي ده، اكيد. دي حقيقه. طيب احنا كنا في البدايه اتكلمنا عنه، انت قلت لي ان الافضل ان هو يريح شويه من اللعيبه ويلعب بلعيبه تانية. شايف عوده ناصر ماهر وعبد الله السعيد، طبعا شايف ان هو هيبقوا في التشكيل الاساسي ولا ان هو هيفضل مكمل بنفس تشكيله في هو مباراه طبعا البنك الاهلي؟ اكيد اكيد في مباراه البنك الاهلي اعتقد ان يعني ناصر وعبد الله يعني رغم فرق السن وفرق الخبرات ما بينهم، لكن لعيبه ذكيه. لعيبه ذكيه بمعنى ايه؟ ان يعني لو حطهم في التشكيل الاساسي هيبقى عندهم قدره على الانسجام بشكل كبير جدا في طريقه اللعب. يعني ما تحسيش ان دول غابوا عن الفريق في مباراتي دريمز ذهابا وايابا. عشان كده لو حط عبد الله سعيد وناصر ماهر، او اعتقد ده الاقرب والشكل المنطقي ان هو يعتمد عليهم بشكل كويس، لان انت اوريدي مش معتمد عليهم في افريقيا، فعشان كده تستفيد بيهم في مباراه الدوري. فلو شاركوا هم عندهم من الذكاء في الملعب ان هم يقدروا يوظفوا خبراتهم بشكل جيد، بيستغلوا مهاراتهم بشكل ايجابي لصالح الفريق. شفنا ناصر وتمريراته الحاسمه في مباراه الاهلي وصنع هدف. عبد الله ايضا الدور المهم جدا اللي بيقوم بيه في وسط الملعب، مش بس دور هجومي ولكن دور دفاعي كمان مميز جدا، فاجئنا بيه الحقيقه. عبد الله هو امكانياته كبيره لا خلاف عليها، ومش يعني مش هنتكلم عليها دلوقتي كمان. فهو عشان كده اعتقد ان الحاجات الايجابيه لجوميز زي ما قلنا في البدايه رب ضاره نافعه، هم مش موجودين في قائمه الفريق في افريقيا ولكن تقدر تستفيدي منهم في بطوله الدوري وفي ضغط المباريات. ده بنلعب مباراه الخميس وفي مباراه الحد، عشان كده طبيعي ان برضو بعد رحله سفر شقه يمكن الزمالك لعب الحد ثم يعود للعب الاربع. يعني طب شايف ازاي اللعيبه يعني تحافظ على نفسها بقى من الاصابات؟ يعني احنا الفتره الجايه بجد ما عندنا مباريات مهمه جدا، وهم الحقيقه اللعيبه برضو اكيد ارهقوا بدنيا يعني، فشايف ازاي ان هم يحافظوا بقى على نفسهم من الاصابات في الفتره اللي جايه دي عشان عندنا مباريات مهمه جدا؟ صحيح طبعا الاصابات يعني في حاجات لا يمكن ان انت تتجاوزي عنها او كده، لكن طبعا نتمنى سلامه كل اللاعبين. ولكن طبعا لما بيبقى في برنامج بدني محطوط بشكل كويس مع خبره المدرب او المدير الفني بالاعداد البدني للفريق بتفرق كتير جدا. عشان كده توزيع المجهود مهم. بنشوف جوميز وزياده الحمل البدني او خفض الحمل البدني بحسب ارتباطات الفريق ومبارياته، دي من الامور المهمه جدا اللي بتخلي كل اللعيبه في مستوى كبير من الجاهزيه وانها تقدر تخوض مباريات في فترات قصيره او الفاصل الزمني ما بينها مش كبير.
دي حاجه بتفرق مع الفريق طبعا، ان اللعيب يبقى جاهز من مباراه لاخرى. اعتقد ان ده بيحصل في نادي الزمالك، وان الاعداد البدني جيد للفريق في الفتره الحاليه، بدليل ان الفريق يعني في اكثر من مباراه، في مباراه الاهلي، في مباراه دريمز، لغايه الدقائق الاخيره بيوصل للمرمى، لغايه الدقائق الاخيره بينافس ان هو يسجل، بيحاول ان هو يبقى موجود في سبرنتات من لعيبه تبقى موجوده. دونجا على سبيل المثال يعني ربنا يحافظ عليه. كنت اسالك على دونجا الحقيقه. يعني هو بشوفه بيعمل مجهود بدني في من بعد الدقيقه 80، ما يعملوش لعب لسه بادئ المباراه. مظبوط مظبوط. طب تقييمك ايه لدونجا؟ يعني احنا برضو شايفين دونجا اتطور بشكل كبير قوي، تقييمك ايه لاداء دونجا؟ هو دونجا الحقيقه من اللعيبه الكبار في مركزه، ومن اللعيبه اللي انا راهنت عليها، رغم الفتره من الفترات يمكن في حقبه المدرب السابق خوان كارلوس اوسوريو كان في انتقادات كبيره لدونجا وادائه، وازاي ان هو مش في افضل حاجه ومش نفس مستوى بيراميدز لما كان فيه. ولكن الحقيقه الناس ما كانتش واخده بالها من حاجه مهمه، ان طريقه اللعب اللي كان بيعتمد عليها اوسوريو كانت فيها اندفاع هجومي كبير، عشان كده الضغط الدفاعي على لعيبه الوسط تحديدا كان بيبقى كبير جدا، خصوصا في الهجمات المرتده، وما بيقدرش كل اللعيبه يتعاملوا مع الضغط ده، بيبقى مطلوب منهم مجهود 200% عشان يقدروا يعوضوا اندفاع باقي الفريق في الشكل الهجومي. ولكن لما بيبقى في توازن زي ما بنشوف الشكل اللي بيلعب بيه جوزيه جوميز، اعتقد ان ده بيدي افضليه للعيبه خط الوسط ان هو يلعب باريحيه طبعا. كمان الادوار اللي بيقوموا بيها، وان اللعيبه تبقى قريبه من بعض من حيث المسافه، ما بقاش فيه يعني سوء انتشار في الملعب، ده بيخلي اللعيب يظهر بشكل افضل، مش مجرد ان هو يعني هياخد الكره ويحاول ان هو يتصرف فيها بشكل فردي او عشوائي. كل ما كانت اللعيبه قريبه من بعض، كل ما كان في فرصه ان اللاعب يبقى قراراته صح في الملعب، يقدر يعني يبقى عنده زوايا تمرير افضل، يبقى عنده خيارات كتير في الملعب، يقدر يباصي لزمايله. دونجا من اللعيبه اللي عندها ذكاء في قراراتها في الملعب، بيبقى شايف زمايله بشكل كويس. في الدور الدفاعي يعني حدث ولا حرج، بيبقى موجود وبيغطي على زمايله بشكل كبير جدا، وبنشوفه في الواجبات الدفاعيه داخل منطقه الجزاء ازاي بيبقى مساند للرباعي الدفاعي. اعتقد تطور كبير في مستواه، اتمنى ان هو يستمر على ده.